تخيل لما تبقى الافلام كلها كويسه، وغالبا هيبقى واحد من اقوى مواسم افلام عيد الفطر في السينما المصريه، يبقى احنا محشورين في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، وممكن السينما تتلغي اصلا، حاجه في منتهى الفقر يعني. ما تعرفناش صحيح، معاك محمد مصطفى، مجرد شخص عابس في الحياه بيحب السينما بقى والفن والحركات دي. نورني بقى كده واعمل سبسكرايب وفعل جرس الاشعارات وظبطني بقى، ويلا بينا نخش في موضوع حلقتنا النهارده. اول حاجه كده، كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الفطر، واتمنى تقضي عيد لذيذ كده. بالنسبه بقى لموضوع السينما، في كذا اشاعه قريتهم في الفتره اللي فاتت على الانترنت، اللي هو طبعا كل اخباره صح ومش كدب خالص يعني، وهو ان السينما هترجع وهيبقى مجبر تلبس كمامات بقى وحاجات غريبه كده. بعد كده قلت في سر، هو يعني الكمامات هي اللي هتمنع الكلام ده وسط المناظر اللي بنشوفها دي؟ بعد كده نزل خبر ان لغايه ما نعدي من الوقت المشؤوم ده كل وسائل الترفيه هتفضل مقفوله بقى، سواء بقى السينمات، كافيهات، غيره. بعد كده نزل خبر ان هيبقى في اصلا حظر شامل من يوم 21 لغايه يوم 27، اللي هو 24 ساعه ممنوع النزول. بس طبعا زي ما قلنا، الانترنت ودي كلها اشاعات ومحدش عارف ايه اللي هيحصل لسه، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي، وكلها مساله كام يوم يعني. افلام السنه دي شكلها لذيذه جدا وتفتح النفس الحقيقي، ومحمد سعد شكله راجع بقوه عشان يثبت انه واحد من رواد المجال ده في مصر. اول فيلم معانا هو فيلم العارف، واللي هيتكلم عن حرب العقول بقى وجو الهاكرز والكلام ده، وهو شخصيه يونس اللي قايم بدوره احمد عز، واللي عايش مع زوجته وطفلته الرضيعه في شقه في وسط البلد، واللي هيقوم بسرقه احد البنوك عن طريق الانترنت والصراع بقى مع العصابات والشرطه وغيره. الفيلم ده واضح كده انه هيبقى حلو، وده بحكم ان احمد عز طبعا عنده كاريزما، ما اعتقدش ان في عمل له ما نجحش، وخصوصا ان من القصه واضح انه هيبقى حلو، وكمان النجوم كتير في الفيلم. عندنا احمد عز، احمد فهمي، محمود حميده، فتحي عبد الوهاب، ركين سعد، محمد ممدوح، وكارمن بصيبس. فانا متفائل بالفيلم ده. فيلم العنكبوت، على حسب كلام مؤلف الفيلم ده ان الفيلم هيبقى جديد تماما على السينما المصريه، وبتدور احداث الفيلم حوالين تاجر مخدرات خطير، واللي بيتمكن من صنع نوع جديد خالص من المخدرات، وطبعا المشاكل اللي هيقع فيها ومطاردات الشرطه ليه بقى في اطار من الاكشن والاثاره. الفيلم ده برده مسنود من نجوم كبار كتير زي احمد السقا ومنى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرى اللوزي، زكي فطين عبد الوهاب، محمود غريب، محمد لطفي. الفيلم مليان، وفي ضيوف شرف برده تقال زي محمد ممدوح وشيكو واحمد السعدني. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، لو عجبك فيلم نادي الرجال السري فأكيد هيعجبك الفيلم ده، لأنه تقريبا هو نفس المؤلف وقصة شبيهة. بعدين خلينا ما نضحكش على بعض، ده كريم عبد العزيز يعني. بيقدم لنا بقى الفيلم في إطار كوميدي كده لذيذ، تجربة الزواج، هيقدم فيه كريم شخصية إعلامي بيعمل على كشف حقائق بطريقة تنكرية في شخصيات، يعني بيتنكر في شخصيات مختلفة، والفيلم هيناقش علاقات اجتماعية وعلاقة الزوج والزوجة وصراعاتهم بعد الطلاق. معانا في الفيلم ده كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، محمد ثروت، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، دينا الشربيني، نيلي كريم، وبيومي فؤاد، برضو اسامي كتير مليان ناس. وضيوف الشرف معانا هم امير كراره ومصطفى قمر. فيلم مش انا، بتحكي قصه الفيلم شاب حسن واللي عنده مرض نفسي، واللي قايم بدوره تامر حسني، الفيلم تقريبا برضو من تاليف تامر حسني، واللي بتربطه علاقه قويه بوالدته، واللي قايم بدورها سوسن بدر، بحيث انه حريص دايما على مراعاتها لاطول فتره ممكنه، لانها بالنسبه له هي محور حياته. معانا في الفيلم تامر حسني، حاله شيحه، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر. والفيلم خلينا متفقين ان تامر حسني الفتره اللي فاتت قدم حاجات كتير حلوه زي البدله وحاجات تانيه كتير عجبت الناس، وخصوصا تامر بيحاول دايما يقدم حاجه الكواليتي بتاعها عاليه. متفائل برضو للفيلم ده. فيلم ديدو، هو فيلم هتدور احداثه حول ديدو، واللي قايم بدوره كريم فهمي، واللي هيقرر هو والشله بتاعته سرقه عالم فارق، واللي قايم بدوره عالم الذره بتاعنا بيومي فؤاد، واللي هيكتشف الموضوع ده بقى مع الوقت، وهيقوم بتجربه من تجاربه هيحولهم لحجم عقله الاصبع. طبعا المغامرات بقى واطار الكوميديا اللي هنعيشه في الفيلم معاه. الفيلم هيكون فيه كريم فهمي، ميرت عمر الحريري، حمدي المرغني، احمد فتحي، هدى المفتي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. وفي الفيلم ده هنشوف الطف ضيوف شرف لاي فيلم السنه دي، وهم احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو السلام المرح، وملك البديهيات الاستاذ حماده هلال. فيلم الصندوق الاسود، مفيش تفاصيل كتير عن الفيلم ده، بس كل اللي نعرفه هو ان بتدور الفيلم حول امراه حامل، وان في الغاز كتير حوالين حملها وعلاقتها بالاشخاص اللي موجوده حواليها. في الفيلم ده هنشوف منى زكي، شريف سلامه اللي هو واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا بصراحه من ايام مسلسل الباب في الباب، وفي كمان اسماء جلال ومحمد فراج. في افلام كتير مفيش تفاصيل حواليها الصراحه، وحتى معرفش اصلا هيكونوا موجودين في العيد، او مجرد اعمال ممكن تتقدم شويه عن العيد، بس هنستعرض اساميها برضه عشان يبقى عندك فكره. فيلم الغساله بطوله احمد حاتم وهنا الزاهد، فيلم هيكل نظمي بطوله رامز جلال وغاده عادل. رامز طبعا في الفتره اللي فاتت من اذكى الناس، بيقدم الفيلم الخفيف، الفيلم اللي انت تتفرج عليه مع العيله وتتبسط.
حتى لو مش اعظم قصه في العالم يعني زي ما بيقولوا، بس الفيلم حلو، فيلم هتتفرج عليه وهتتبسط. فيلم تسليم اهالي بطوله هشام ماجد ودنيا سمير غانم. الافلام دي غالبا كده من اللي قريته ان هم ممكن يبقوا في العيد زي ما قلنا، او في احتماليه لتاجيل ليهم، بس طبعا مفيش تفاصيل محدده جدا، فهنضطر نستنى نشوف ايه اللي هيحصل. نختم بقى الحلقه دي بالعظمه فيلم محمد سعد. فيلم محمد سعد برضو مفيش تفاصيل عنه غير ان محمد سعد في فبراير تقريبا راجع السيناريو، فبراير 2020 واحنا داخلين على اواخر 5/6، ما اعتقدش ان في 4 شهور فيلم، خصوصا ان فيلم هيبقى كويس يلحق يتصور، فهنشوف برضو اللي هيحصل. فيلم محمد سعد اسمه الصحبه الحلوه. الفيلم ده هيبقى واحد من الافلام الجميله جدا، وخصوصا داخل معاه يحيى الفخراني، واحد من عباقره السينما المصريه الموجودين، خلينا متفقين يعني. والفيلم تاليف وحيد حامد واخراج ساندرا نشأة. محمد سعد بعيدا عن ادوار الليمبي وغيره، فهو واحد من اكتر الناس اتقانا للتمثيل في مصر، وده شفناه في سلسله افلام الكنز. والفيلم ده هيكون حاجه من الحاجات اللي هتتسجله في التاريخ، وخصوصا مع وجود يحيى الفخراني معاه. انا بالنسبه لي لو هخش حاجه من الافلام دي فهيكون فيلم العارف العنكبوت مش انا وديدو. طبعا لو فيلم محمد سعد موجود اكيد هيبقى معاه. تقدر تقولي في التعليقات الفيلم اللي شايف انه برضو يستحق انه يتشاف ويستحق وقتك، ومش هيبقى مضيعه الوقت زي ما بنقول. وبكده يبقى وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات. هتلاقي هنا في القناة بينزل فيديوهين اسبوعيا بإذن الله. فيديو يوم السبت ده بيكون ترشيحات كويسة لحاجات تتفرج عليها عشان ما تضيعش وقت كتير، سواء بقى مسلسلات او افلام. وحاليا شغال هنا سلسلة افضل افلام من 2010 ل 2019، نزل منها اوريدي جزئين، هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت لو حابب تبص عليهم، واللي هنرشح فيها 240 فيلم من 2010 ل 2019، يعني مخزون 10 سنين افلام، حاجة تكفيك سنة قدامي. وفيديو يوم السبت بقى اللي هو يكون على حسب، يعني ممكن شرح معين لفيلم، معلومات عن شخصيه معينه، او بنشوف طرف حد من الناس الجميله معانا هنا في القناه وبنعمله زي ما بيقولوا. That's it for me. كل سنه وانت طيب، والى اللقاء في فيديوهات قادمه باذن الله.